ليك لا انا تالي عمري في الدنيا غدره. مش ممكن الشيء اللي يصير لي انا في حياتي. تعبت في حياتي كثير، صارت حياتي كلها خيالات يا خيالات. كيف اقول الحين للاهل؟ كثير 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 بشكل مو طبيعي. حسوا فيني انقل عن كذا. ماما خدام تقدر مني السلام عليكم. لا بس براقب انا اشيك على الوضع عندنا. في حد جاء هنا التشيك بس عرفت على خبيه. يا ما بطفي الكاميرات. لاني بسوي لي حاجه. بغير ملابسي. انت في الغرفه حاطه كاميرات بكل شيء. وين مسوي داري عقميه؟ يما باركيلي. شكرا. شوف ما في امي ما ادري يعني تخاف يعني احد يعني ان احد يجي يغتال على طول عند غرفتها. ولدها حاطه عندي كاميرات. ولدها مره مهم. كل ما تشوف الدبابات وتشوف العالم تهاجم حاطت كاميرات. والله العظيم حاطه كاميرا هنا، حاطه كاميرات. اقول لكم وين؟ مش معي. شوف حتى المطبخ شوف سلموني على خلن تجونه. ها 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 انا ما شفتك. لا لا انا اصور كاميرا. اسف شكرا شغل. لا انا اسف حقي تعالي. اسف بعد ما احنا فاضيين. والله العظيم كده جاب عالبلا. اقسم بالله كده حقين النادي. Thank you.